ما فيش شك ان الهجوم الارهابي اللي استهدف امس محطه لرفع المياه في منطقه غرب سيناء كان يعني اثار عدد كبير جدا من علامات الاستفهام حول هذا الهجوم الغريب اللي يعني بيستهدف احد محطات رفع المياه، وحاله الياس ايضا اللي ربما وصلت ليها الجماعات المتطرفه وبعد كشف كل الحقائق اللي وثقها مسلسل الاختيار. خلينا يعني نقرا سريعا في هذا المشهد اللي حصل في سيناء، لماذا استهدف هؤلاء محطة لرفع المياه؟ وما هو تأثير مسلسل الاختيار؟ وهل يعني هناك ربط ما بين هذا وهذا؟ العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية معنا على الهاتف للتحليل حول هذا الأمر. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا مصطفى، صباح الخير أستاذ هديل. أهلا بسيادتك سيادة العميد. تحليلك يا فندم، نقطة لرفع المياه في منطقة غرب سيناء، 11 شهيد، مسلسل الاختيار، عدد كبير من الخيوط، هل يمكن ربطها معا؟ بالفعل هي مرتبطة. يعني احنا لو حبينا نحط تصنيف لمسلسل الاختيار تصنيف استراتيجي في منطقة تخصصي، يعني هو جزء مهم من معركة الوعي. فطبيعي كأي معركة لما انت تطلق طلقات على العدو لابد ان هو يكون في رد يتناسب مع قوته. فالحقيقه كان مسلسل اختيار ضربه شديده، ضربه دمار شامل حقيقه لفكره الجماعه من تاسيسها بطريقه الحقيقه في على مدى 30 حلقه نجحت في اللي انا والزملاء بنحكي فيه من سنين. يعني ما قدرناش نوصل جزء بسيط من اللي الناس من الدراما وصلته، واهم جزء كان فيها التوسيط، يعني اللي كان بينهي كل حلقه بوثيقه حقيقيه لا تحتمل الشك ولا التشكيك. وفي يعني ميزه ان معظم اطرافها احياء قادرين على الرد حتى لو كانوا في السجود. ما طلعش حد شكك في مصداقيه ال مش عايز اقول تسريبات، دي وثائق الحقيقه. صحيح. مش تسريب يعني تسجيلات. صحيح. فيها صاحبه سياده الحقيقه وتمت بشكل عن طريق مؤسسات وطنيه وتمت بشكل وطني والمواطنين سمعوها. فبالتالي هذا التنظيم، وده اللي بيعكس العلاقه ما بين التنظيم اللي لسه ما اعلنش مسؤوليته، لكن حتى لو تم اعلان مسؤوليه اي تنظيم داعش ولا غيره في الاخير هو بيتبنى أجندة محلية لتنظيم إرهابي محلي اللي هو جماعة الإخوان المسلمين. بعيدا عن التنظير وبعيدا عن تاريخ الجماعة، مفيش تنظيم بيجي من دولة تانية عشان يقدم قتلة ويتصرف عليه عشان في تنظيم يعني مزعوم في مقر سوريا والعراق. مفيش الكلام ده أصلا في كل التنظيمات اللي بتقول انا داعش هو تنظيم محلي. بيبقى التنظيم ده بس مجرد بوق اعلامي وفكره ان هو يقول للعالم لان انا ده مصر القويه بجيشها وبشعبها وقيادتها وبإعلامها ومؤسساتها ان داعش قادر يعمل فيها عمليه. الموضوع محطه ميه، يعني المستهدف هو المواطن السيناوي، مواطن التنميه. صحيح سيادة العميد، مسألة يعني استهداف مناطق خدمية للمواطن من الدرجة الأولى، هل احنا قدام تغيير لاستراتيجية هؤلاء الإرهابيين والجماعات الإرهابية؟ تحولنا كمان الفترة اللي فاتت يمكن كان في حرب شائعات موجودة بشكل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، والنهاردة بنشوف الحدث الإرهابي اللي تم أمس على مناطق خدمية للمواطن المصري ما هياش أكمنة للجيش أو الشرطة. أدوات الإرهابيين يعني لا تتغير، لكن هي الفكرة إنه بيشوف المتاح ويعمله، لكن هي الأدوات سواء كان جزء بيرفع شائعات وجزء بيقول لا ده أنا سياسي بس الدولة منعاني، وجزء بيقول إحنا مجتمع مدني بنقدم خدمات. هو في الأخير هي مجموعة من الأدوات، جزء منها عسكري. الجزء العسكري الارهابي مش قادر يعمل اكتر من اللي حضرتك شفتيه. احنا بقالنا اكتر من سنه لم نشهد اي عمليات حتى لو بسيطه. في تقرير للامم المتحده
وكنت خرجت في برامجكم علقت عليه من 3 شهور تقريبا، ازدادت الامم المتحده مكتب الجرائم ومكافحه الارهاب اشاد بالتجربه المصريه في كل العالم، يعني غير مسبوقه سواء في الشق العسكري او الشق التنموي، وخاصه بسيناء وتنميه سيناء اللي هذه المحطه جزء منها. صحيح سيادة العميد، ويمكن نتكلم على كمان الادماج وفكره الاصلاح للناس اللي عندها القدره او القابليه للاصلاح. على وجه التحديد الاجتماع الاخير للجمعيه العامه للامم المتحده في 2019 كان هناك كلمه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان يتحدث عن مساله اقتلاع جذور الارهاب وتكثيف منابع الارهاب وتمويل الارهاب، لان هناك دول بعينها او اجهزه بعينها يعني تمول هؤلاء الارهابيين. بالفعل هي مصر لنجاح التجربه مش فكره عمل عسكري فقط، لكن فكره تكامل عناصر المكافحه سواء في الشق الايديولوجي الفكره، والاختيار ده جزء من الفكره بالمناسبه، فكره فتح الفكره وتفنيد الفكره ده جزء مهم، جزء منها ما يتعلق بتكثيف المنابع من غسيل الاموال ونقل الاموال والممولين. يعني لما نتكلم على تجنيد ارصده لعناصر ارهابيه، مش فكره ان هم تجار، فكره ان الناتج من هذا النشاط النشاط الذي يبدو شرعيا صحيح هو بيتوجه لدعم تلك التنظيمات. فكره تكامل العمليه مع دول الجوار، احنا بنتكلم دلوقتي في مصر بتنسق مع دول الجوار بفكره مواجهه الارهاب العابر للحدود بالتنسيق العابر للحدود. فكره لما يتحدث الرئيس، لم تكن المره الاولى، تحدث في 2016 في القمه العربيه الامريكيه الاسلاميه، في تحدث في الامم المتحده بعد ذلك، واصبحت وثيقه من وثائق الامم المتحده في مكافحه الارهاب اللي هو بعد ذلك اتكلم عليها، بقت وثيقه يتم الرجوع ليها. صحيح. وثائق الامم المتحده بفكره ان احنا نشوف الارهابي ده مين بيموله ومين بيعمل له الحواضن ومين بيدربه مفهوم. ومين بيسلحه. صحيح. مين بيعمل له غسالة ايديولوجي لما يطلع، يعني حد يدعي ان هو شيخ ويصف من يقتلون في مواجهه الاجهزه الامنيه وانفاذ القانون بانهم شهداء، فهذا غطاء ايديولوجي. صحيح صحيح. طيب خليني يعني بعيدا عن الجانب السياسي اتكلم يعني واستفيد من خبره حضرتك العسكريه، ونتكلم في التكتيك العسكري للارهابيين. دائما كان مناطق الهجوم في الشيخ زويد وفي العريش في المثلث الاخير من شمال شرق مصر، الآن غرب سيناء، يعني عندنا تحول نوعي في المنطقة. ويمكن زميلتنا برضو هدير اتكلمت في نقطة أنه كانوا زمان بيتكلموا أو بيهاجموا كمائن ثابتة معروفة، كمين الريسة، كمائن الشيخ زويد، لكن النهاردة بيروح لنقطة لوجستية أو نقطة إمداد، يعني محطة رفع مية ربما، لأن يعني استهدفها لأن هو عارف أن الحراسة هنا تبقى أقوى من هنا، ربما يبقى لي هدف تاني. تحليل حضرتك رؤيتك العسكرية لهذا الموقف إيه يا فندم؟ بالفعل وأنا بشكرك مصطفى عشان الناس برضو تدرك أن المسافة ما بين النقطة دي والمناطق اللي هو مثلث جنوب العريش رفح الشيخ زويد مسافة تقريبا 200 كيلو يعني غربة، يعني المنطقة اللي كانت البؤرة واللي كان فيها العمليات والعمليات انفاذ القانون واللي الناس شافوها في المنسي وفي الاختيار واحد كانت في الشرق. المناطق دي اولا نجحت الدولة في القضاء على البيئة الحاضر، المواطنين السنويين والقبائل رفضوا وجود يعني هذه العناصر التكفيرية والإجرامية تماما، فأصبح فكرة الوصول وتنفيذ عملية في تلك المنطقة يعني احتمال يقترب من الصفر، وشبكات الطرق والنقاط الارتكاز الامني يعني لا تخترق بإذنه. فهو راح لمنطقه، اولا منطقه يعني راح لمنطقه مأهوله، بس اختار دائما المحطات بتبقى مناطق شبه معزوله، وهدف عسكريا يعتبر سوفت تارجت، يعني هدف سهل. هي جديدة على الاستهداف، مش ما هياش يعني كتيبة صاعقة، ما هواش ارتكاز أمني أو كمين زي اللي بيقولوا عليه، نقطة إدارية. أيوه. ولكن الأبطال اللي كانوا في النقطة الإدارية الشهداء واللي هم مصابين والأحياء الحقيقة بلوا بلاء حسن، وده يعني برضه رسالة إن لا توجد يعني سوفت تارجت في القوات المسلحة.
ان الرجاله اشتبكوا واحدثوا خسائر وجعلوهم يفروا وتطاردهم، طردتهم الاجهزه الامنيه ولا زالت مطارده مستمره. طيب في حد هيسال يقول طب ليه دي مش زي الشيخ زويد؟ لا التامين مش كده، التامين بيعتمد على التهديدات المحتمله، فلان دي في الاخير موارد، وفي الاخير كل ما هتعمل احتياطات امنيه كبيره بتكون على حساب الحركه في محور الشريان الرئيسي من شريان التنميه. فاللي بيضع خطه التامين ما بيروحش واضح في كل حته، كل متاح من الامكانيات، لا انا بوزع امكانياتي طبقا للامكانيات المتاحه وطبقا لطبيعه التهديدات، وعشان اكون يعني ما ازودش الحبل على الناس المواطن. احنا بنتكلم في منطقه يعني في اتجاه يعني في الطاسه وفي اتجاه بلوزه وفي اتجاه الساحلي وطريق من المحاور التنمويه. لما بيحصل موضوع زي ده بيكون يعني الخطا اللي ارتكبه الارهابي الاول والاخير. الناس دي من الجره، من التتبع، من الخط، من وسائل كتير مش عايز اتكلم فيها، بتعرف طلعوا منين، راحوا منين، يمكن سياده اللواء الناس بتتساءل عن الوجود في المنطقه دي، انه وجود هذه العناصر الارهابيه في هذه المنطقه على وجه التحديد. المنطقة طبيعة سينا يعني المنطقة دي في طريق الجفجافة الطاسة، المناطق دي كلها مرتبطة بوسط سيناء، وسط سيناء من المناطق اللي أولا مناطق جبلية صحراوية فيها مدقات للاغتراب، مش فكرة الطريق الطريق الطبيعي أو المدقات الرئيسية اللي بيكون عليها ارتكاز أمني. يعني فكره ان حد يتسلل من مناطق في قلب سيناء في وسط سيناء في مناطق سيناء 61000 كيلومتر مربع قد مساحه اسرائيل 3 مرات عشان برضو الناس تدرك طبيعه التهديد. اسرائيل بكل ما تملك من اجهزه وجيش ومساحه تلت المساحه دي وفي مناطق شديده التحصين وبيوصل التهديدات، فبالتالي ال 61000 كيلو مش ما هوش منطقي ان احنا 61000 كيلو هنبقى حاطين فيها وحدات وده في كل متر، ما فيش الكلام ده. يمكن الناس يعني مساحه اكبر من مساحه الدوله زي سلوفاكيا. صحيح سياده العميد، يمكن بس الناس كانت بتتساءل عن ده علشان اول مره نشوف هجوم على يعني محطه لرفع المياه، لكن عايز اروح مع حضرتك للطبيعه القبليه لسيناء واهالينا في سيناء ووقوف كل القبائل في ظهر القوات المسلحه، وعلى مدى التاريخ والقبائل في سيناء ورؤساء القبائل في سيناء يعني يدعمون القوات المسلحة والشرطة المصرية بكل ما يملكون من قوة ومن معلومات وبأبنائهم، فإلى أي مدى هذا التعاون بيكون مثمر بشكل كبير للقضاء على الإرهاب واكتتاث جذوره؟ أولا أهالي سيناء وقبائل سيناء تاريخ الحقيقة في الحفاظ على أرضهم، يعني من ما بعد 5 يونيو 67 لغايه عوده سيناء وما بعد ذلك. القبائل خدوا مواقف في اثناء الحرب على الارهاب وقدموا شهداء لغايه ما وصل بالقضاء على التنظيم اللي كان في وقت من الاوقات يعني وصل لتسليح ربما يعني يقترب من جيوش دول. اهالي سينا كانوا مع قوات انفاذ القانون شرطه وقوات مسلحه وشرطه وباقي الاجهزه في 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 الصف في الصفوف الاولى في الانساق الاولى لغايه ما نجحنا الحقيقه في مراحل من انفاذ القانون لغايه ما وصلت ان الناس رجعت تاني مناطقها في الشيخ زويد وتعوضوا سواء على زراعات الزيتون او اللي تضرر بيته او يعني اللي تم يعني اللي كانوا بيقولوا في الوقت ده ان الدوله بترحلهم، لا الدوله اللي رجعتهم. صحيح. والمشايخ ادركوا ان فعلا موقفهم كان لصالحهم، لصالح استقرارهم، لصالح تنميتهم. صحيح. فعشان كده ابتدى الارهابيين يبعدوا عن مناطق القبائل لمناطق المشاع، بالمناسبه مناطق غرب بئر العبد دي مناطق مشاع، يعني الفكره يعني مش نفس الطريقه القبليه اللي موجوده في رفح الشيخ زويد وتلك المناطق. فبالتالي هم
ما بعد هذا الحادث برضه بيستنفروا جهودهم مع الدوله في 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 تلك المناطق. من عناصر القوه في سيناء القبائل العربيه وابناء سيناء. صحيح. والحقيقه كلاهما يعني مصر كدوله وقياده وحكومه وشعب لم يخذلوهم ولم يخذلونا الحقيقه هم كوطنيين مصريين. وبياناتهم الحقيقه كانت واضحه ولا تقبل الشك. وفي عمليه الشلح يعني كل من يشارك في تلك العمليه قبيلته بتتخلى يعني تتبرى منه. فاحنا ربما يكونوا من خارج سيناء وربما يكونوا يعني التحقيقات ستثبت ذلك لكن خلينا نشوف التحقيقات سواء كان من سيناء او خارج سيناء او صحيح. حتى من خارج مصر. أي. يعني واقفين معانا رجال سيناء كمواطنين مصريين بيدافعوا كما دافعوا على مدار تاريخ سيناء وقدموا دماء شانهم شاء يعني اشقائهم في باقي الوادي. طب خليني ابص لقدام شوي. يعني اعتقد الحاله المعنويه للجنود وللضباط وايضا لجموع المصريين اعتقد ان هي بعد يعني الحاله الوطنيه اللي كانت في شهر رمضان اللي فاتت في اعلى حالتها، الناس كلها ربما حتى يعني اللي كان متردد او كان متعاطف لما شاف هذه التسجيلات يعني حسم موقفه. شايف المعركه ازاي بعد هذا الامر يا سياده العميد؟ يعني هل هذا تاثير على هذا الامر؟ وطبعا انت عارف وحضرتك يعني كنت في القوات المسلحه ان الشان المعنوي من اهم الاشياء او من اهم العناصر اللي ممكن تبقى حاسمه في اي معركه. الحقيقه هنتكلم اول حاجه على معنويات المقاتل. الفرد المقاتل في القوات المسلحه من تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصب وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحه واللي بيبذل جهود غير مسبوقه في فكره الروح المعنويه للفرد المقاتل. فانا مطمن ليه دي تماما، لكن مسلسل اختيار حصن اسره المجند اللي هو بيتم تحصينه اثناء الخدمه سواء كان موجود دلوقتي او خرج، يعني بيبقى فاهم ومعركه الوعي في جزء كبير منها الرئيس بيكلمهم بنفسه، وكلم قبل كده كلم الطلبه الخريجين في الكليه الحربيه وكلم الضباط الصغيره انك لازم تفهم العسكري عشان العسكري يفهم اخواته ويفهم اسرته وهكذا. لكن في شيء مهم كان في ناس بتقول يا جماعه طب بتعملوا الاختيار ليه دلوقتي ما الدنيا كويسه وبتفكروا الناس ليه بالحاجات دي؟ الحادث ده اكد ان توقيت الاختيار كان سليم، ان المعركه لم تنتهي. ومصطفى حضرتك اعلامي وجزء مهم في معركه الوعي فريق العمل بالاعداد والبروديوسر كله اللي يبقى يعني مرحلة مداومة معركة الوعي. واللي حصل امبارح يأكد لنا لو في حد يقول يا جماعة خلاص ما الموضوع انتهى، ما حدش قال انه انتهى. صحيح، المعركة مستمرة ومعركة الوعي تبقى يعني دائما هي السلاح اللي يعني نحصن به مجتمعنا ضد هؤلاء الإرهابيين. سيادة عميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم على وجودك معنا النهاردة.